هكذا يرى العراقيون المسؤولين الحكوميين، ومن ثم لا يرون مقاعد السلطة مكانا طبيعيا لهم، وإنما في هذا الصندوق. أهالي منطقة البراضعية بمحافظة البصرة يحتجون على انهيار الخدمات في منطقتهم التي يصفونها بالمنكوبة. خدمات ماكو، لا شيء، صفر، شوارع كلها تعبانة، مياه آسنة، يعني حتى طقت أرواحنا، لا مرة تقدر تعبر، لا جاهل زين، لا ماي، ماي مالح، ماي تعبان، كهرباء تعبانة. هسه قبل الانتخابات زين الكهرباء، هسه الانتخابات، خاصة الانتخابات، كهرباء انقطاع دوم. ولأننا في عراق ما بعد الاحتلال، فبديهي أن يرتبط المسؤولون بإيران ويستخدمون شركاتها لجني الأرباح من جيوب العراقيين وإن لم تقدم لهم المقابل. اجت شركة كوثران إيرانية حفرت الشارع، خلت بلوعات ودفنتها تراب، وماكو هسه لحد الآن، حتى الجهاز صار بيهم جرب، اليوم بيهم مادين واحد المستشفى بيهم حساسية، والمجاري ريحتها، حتى اي واحد ابو تاكسي ابو شارع خاط ما يوصل لمنطقه البراضعيه، من تقيل البراضعيه، لا البراضعيه حتى ياخذ معدك كرم ومضاعف. الشركه الايرانيه لم تنجز من المشروع الخدمي الذي تتولاه في البراضعيه سوى 20% فقط، مما فاقم معاناه المواطنين الذين وصفوا ما تفعله الشركه بالتخريب. اجت الشركه الكوثران، خربت ما عمرت داخل البراضعية، نفذت مشاريع وهمية، كل 10 أمتار 20 متر سووا حفر وتركوه عافوا. وأمام معاناة الأهالي المتفاقمة وقطعهم بعض الشوارع احتجاجا على ذلك، لم يبدو للسلطات الحكومية أي وجود سوى إطفاء بعض الإطارات التي أشعلها المتظاهرون، فهل تستطيع الحكومة كذلك إطفاء الغضب في صدور هؤلاء؟